بدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. بيسعدنا نرحب بالأستاذة سمية حداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تنضم إلينا من اسطنبول. أهلا وسهلا فيكي أستاذة سمية، صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. بداية، لو تخبرينا كيف بتفسري استمرار احتجاز النازحين وخاصة منهم الأطفال الأجانب بمخيمات شمال شرق سوريا و تباطؤ عمليات إعادتهم إلى أوطانهم؟ هلا ما يخص المحتجزين في شمال شرق سوريا، للأسف في بإجمالي هو عدم توفر الإرادة أو الرغبة في حل مشكلة هؤلاء المحتجزين، سواء من قبل قوات سوريا الديمقراطية، سواء من قبل الدول الأجنبية اللي هن بينتموا لها هؤلاء المحتجزين. كما نعلم جميعا ان معظم المحتجزين هناك هم من ليسوا سوريين، يوجد نسبه من السوريين لكنها ليست بالنسبه الكبيره يعني. الى اي تفضلي عفوا. يعني كان في حرق بالسنه 2022 مبادرات ضعيفه جدا ممكن نسميها لاسترداد بعض هؤلاء، يعني بأعداد جدا قليله، يعني في بعض الدول استردت بس 4 أشخاص خلال السنه، مع انه في عندها لسه عشرات الاخرين داخل هذه المراكز الاحتجاز فينا نسميها، ويطلق عليها بعض الأحيان مخيمات، لكن هي فعليا مراكز احتجاز بدون محاكمات ومع موافقة ضمنية ممكن نعتبر من الدول الأجنبية على ذلك لعدم تدخلها ومحاولة إيجاد حلول لهم واستعادتهم، لكنها دائما تتحجج بأن هؤلاء الأشخاص هم يحملون أفكار متطرفة وهناك مخاوف من إعادتهم إلى دولهم ومناطقهم. يعني لذلك هناك تباطؤ في هذا الامر، وفي غياب حتى مثلا منظمات حقوقيه بشكل عام تحاول دائما الضغط على هذا الموضوع، لكن في ظل تقييد حركتها حتى تقييد دخولها لهذه المراكز وتعرفها على هؤلاء الاشخاص يحد من هذا الامر للاسف. الى اي حد يمكن ان يؤثر هذا الحصار او خلينا نقول الاحتجاز للاطفال الاجانب على مصيرهم وحياتهم استاذه سميه؟ هلا احتجازهم بهي الطريقه والآلية التامه فيها هي للاسف يعني خرق لجميع الاتفاقيات، سواء اتفاقيه حقوق الطفل سواء اتفاقيه حقوق الانسان، لانه هن فعليا اطفال، بعضهم لم يرى من الحياه الا هذه المراكز الاحتجاز، في وسط هن يفتقرون لابسط المقومات سواء من الامان، يعني كما نسمع جميعا هناك عمليات قتل بحق هؤلاء الاطفال، هناك عمليات احتجاز، هناك عمليات فصل في بعض الاحيان، لدينا حالات مثلا هؤلاء الأطفال يتم احتجاز أمهاتهم وتركهم لوحدهم داخل هذه المقرات، هم بشكل عام يعيشون دون آباء. بالإضافة إلى ذلك هناك عمليات احتجاز للأطفال، يعني خاصة الذكور، نتحدث عن الذكور، عمليات احتجاز لهم مجرد بلوغهم سن 10 أو 12 سنة يتم فصلهم عن أهاليهم، عادة عن عمليات التزويج للفتيات الصغيرات. بالإضافة إلى ذلك كل ذلك أكيد يعني سيشكل أزمة على هؤلاء الأطفال. بالإضافة لما ذكرت سابقا هناك عمليات عدم وصول المواد مثلا غذاء، عدم وصول المياه الشرب الكافي، عدم وصولهم إلى حق الطبابة وحق التعليم، هي أمور يعني ضرورية طبعا بالنسبة للأطفال، تشكل شخصيتهم بدايتهم ونهايتهم، يعني هم بحاجة إلى هذه، هم ما يحصلون عليه عمليات زرع لأفكار متطرفة للأسف، وهذه ستنعكس بطريقة أو بأخرى على حياتهم مستقبلا. في حال استغراق أو استغرقت عملية إعادة الأطفال الأجانب لمدة 30 عام كما تقول منظمة أنقذوا الطفولة، ما الرسائل أو ما هي الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من جانب المنظمات الدولية للحد من هذا السيناريو والضغط يعني لتغييره نوعا ما؟ نحن بشكل عام كمنظمات حقوقية دائما نعمل على التواصل مع حكومات الدول التي لديها رعاية في داخل شمال شرق سوريا، وفي كل اللقاءات وفي كل الخطابات بيننا نقوم بتسليط الضوء على معاناتهم وعلى ضرورة استعادتهم بغض النظر عن المخاطر التي يعني يتخوفون منها. بالإضافة إلى ذلك نحن كما تعلمون جميعا بشكل دوري نقوم بتسليط الضوء على مشاكلهم عبر التقارير وعبر يعني إبقاء صوت هؤلاء مرفوعا وإبقاء قضيتهم موجودة على الطاولة في النقاش السوري. هذه القضية يعني كما ذكرتي أنه موجودة على طاولة النقاش السوري، لكن اليوم هن أطفال أجانب من جنسيات مختلفة، ماذا عن المنظمات الإنسانية الحقوقية
لجنسيات هؤلاء الأطفال، هل تعمل على استعادتهم؟ هلا حسب ما نحن نلاحظ بعض الدول يعني تحاول بشكل تبذل المنظمات الحقوقيه لديهم بعض الجهد في هذا الموضوع، ولكن نعتقد انه يحتاج الى مزيد من هذا الجهد في سبيل يعني الضغط على حكوماتهم استرجاع هؤلاء الاطفال والنساء الموجودين في شمال شرق سوريا. الاستاذه سميه حداد مديره قسم التقارير في الشبكه السوريه لحقوق الانسان، شكرا لحضورك معنا، كنت معنا من اسطنبول.